يلا اخواتي، عاملين ايه؟ وحشتوني يا جدعان، بس مش عارف ليه قلت رجاله بالشكل ده، بس يعني منورين يا جدعان. ومعايا محمد واد عمي، فعايزين نودي الكلام في داهيه في الفيديو ده. انا عايز ابص على اسعار اللعيبه، بفكر اشتري دي بروين وسيدورف زي ما ناس كتير جدا قالت لي. شايف سعر دي بروين يا اسطى؟ 400 مليون. شايف فين سيدورف؟ شايف سيدورف؟ بفكر اجيبه يا جدعان. والله هو رخص حبه. كاكا مازال لسه بيرخص، مش عارف، بفكر اشتري كاكا ورايح دماغي. كاكا 110، لو يتحط في السي ام هيبقى زائد 16، هيبقى لاعب جامد. بس انا بليه مش مقصر معايا بأمانة في المركز ده، فعايز لو هشتري اشتري سي ام، اشتري سي ام نظيف. فبفكر في دي بروين ده، يا دي بروين يا سيدورف، مش عارف اختار مين فيهم، بس شكلي اختار سيدورف. بس طبعا مش دلوقتي. تعالوا كده نفتح باكيجات، تعال نفتح باكيجات، يلا نفتح باكيجات، تعال نفتح البتاعة دي عشان انا بقى خلاص اتخنقت. يلا بينا وادي الكلام في ده. المهم يا جدعان، بصوا قبل كده ما نبدأ في الفيديو، بس احنا بدأنا خلاص في الفيديو، اللي حصل حصل، ظبطونا. اللي مش مشترك في القناة كده يشترك ويروق عليا، وهي اللايكاية هتفرق والله، انك انت تعمل لايك ده بيفرق بجد. يلا يا رب يجي لنا لاعب حلو يعني، يلا بحظ الناس الجميلة واللذيذة. فتحت على طول مغربي ده، حكيمي ده؟ لا ده مش حكيمي، ده يطلع لاعب الحارس. لا بالحارس حارس بو بوني بنو بوني بو بو نون بوني بو بوني بوني بونيونو. ماشي. تمام، يلا بينا نفتح باكيجات. يلا 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 ودي الكلام في ده. يا رب يطلع، يا رب يطلع سيدورف او اي لاعب عالي. يا رب ودي الكلام في ده. يلا يلا. ايه ده؟ هي الخردة. دوس على طول. تك لا تك استنى، تك. لما تيجي البتاعة دي اللي هي بتاعت اللي بتنور من فوق دي، عشان هما بيقولوا الحظ بتبقى حلو. يا جدعان عملتوا الاشتراك، اشتركتوا في القناة، روجتوا عليا يا جدعان. عايزين نوصل 5000 مشترك قبل رمضان، ده مستحيل نعملها، بس احنا نقدر نعملها والله. 70% بيتفرجوا عليا مش مشتركين في القناة. ودي الكلام في داهية. ماشي، ولا أي تودية، ولا هيجي لنا لاعب، ولا هيجي دوس لنا على حاجة. طول. يلا على طول اهو، يا رب يجي لنا لاعب حلو. فرنسا، يا رب مبابي. سي ام، احا احا، لعيبه زي الخرا يا جدعان. يا جدعان يا جدعان، مش عارف ليه الحدث مره واحده كده وحش. يلا بينا نخش، يلا بينا نخش. احنا دلوقتي بينا 600 على السيلفر، يا ترى هنعلى ولا هننزل، ولا كل ما نعلى ونعلى ونعلى بعدين نطاطي وطاطي. شايف انا عالي ازاي اساسا في الرانك؟ شفت انا الفوز ده كله اللي فات كنت يا لهوي داخل ضد مس جمال مس جميلة. مس جميلة. ماشي، ربنا يستر علينا من مس يا دين أمي. مع دي بروين ورونالدو وبنزيما أحا. يا لهوي صدقني الماتش ده هو. يا لهوي يا لهوي، أديك الماتش ده تعرف تلعب؟ سيبني كده اجرب انا يا جدعان. لو جيب فيك جون هاخد الماتش ده يا جدعان، الحقوا يا جدعان. ايه اللعيبه كلها اللي انا ضدها دي؟ ده معاه مبابي ورونالدو يا اسطى، ده تشكيلته دي تعمل لها 50 60 مليار. ايه ده؟ اوعى يا عم، اوعى اوعى يا عم، ده مالديني يخرب بيت ابوك. اقدر ميليتاو، اقدر ميليتاو، والنبي يا اخي بلاش عك. تياجو، عاش يا تياجو. جارينشا ده عاش يا دي، عاش يا دي مارتينيز. خد عم ميسي يا ودي الكلام في ده. اوعى اوعى يا، على فكره انا بلعب معاه على ان انا امسك كوره، مش ان انا اجيب اهداف عشان خاطر الكائن ده. يا اخي حرام والله العظيم يا اخي يا جدع، ايه الحوارات دي يا جدعان؟ جاكبو انا بفكر ابيعه وارجع امبابي تاني يا جدعان، بس المشكله ان الاثنين نفس الاوفر، بل ان جاكبو بيتميز في حته ان هو بيلعب في مركزه. فيعني بفكر اشتري الواد ال ال ام اللي هو كان اسمه ايه، استرشكوف ده. لا 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 احا، ازاي؟ استنى يا اسطى، استنى يا اسطى، عشان الواد بعت لي بوسه. ازاي عدى؟ بص ابن المره واقف فضل واقف بيتفرج على الكوره. لا لا استنى، وريني والله. على التلاجة حط جون كامل، وخده، على التلاجة كامل الماتش، تحط جون هي بسهوله كده.
احط جون. طيب هي بسهولة، استنى بس الله الله ركز معاه، استنى نعملها هجوم بقى خلاص. جيب مثل قال لك ايه، ضربوا الله على عينه وقال لك خربانة خربانة. ده واحد معايا يا اسطى. ايه ده، ايه اللعيبة دي يا عم، ايه اللعيبة دي، ما بيصرفش اكل على البيت، في ايه تشكيلة ابو هشيمة دي، تشكيلة ابو هشيمة. خد خد، حرام يعني، الامر متروك للعرضيات، الامر متروك للعرضيات. يلا يا كنتونا، يلا يلا. ايوه خشوا عليه كده بالهجوم، خش. ايوه ده جاكبو. ايه عرض بسرعة. خلص يا فييرا، عاش ودي الكلام في ده. استنى عايزين نديله بوسه، يلا خد يا معلم، خد يا معلم. اخ شفت دخلت بالهجوم عليه ازاي، دخل على 4 لعيبه فاهم. عوضنا عوضنا يا جدعان، كم نحن جامدون. ده معاه بنزيما ورونالدو يا جدعان، بنزيما ده ب 400 مليون ورونالدو ده ب 700 مليون يا جدعان، انتوا بتتكلموا في ايه؟ الموضوع رعب والله، والله الموضوع رعب. انا ما عنديش حد عايز اطلعه، مفيش حد، مفيش حد، مفيش، ما عندناش تبديلات نظيفة يعني، تبديلات محترمة، تبديلات اللي هي عليها العين. هو حالا ينزل لك رونالدو يبدل لك نجوم. والله حالا تلاقيه فاهم، بالنسبة له التبديل مبابي مثلا فاهم. يا لهوي، اوعى يا كنتون، اوعى يا اوعى، اوعى يا معلم، اوعى. خد خد والنبي يا اسطى، ادي 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 البلينجو، اسكع ودي الكلام في داهية. شفت على طول، على طول كده، على طول، على طول بلينجو على طول وخلصها. الله يا جدعان، روقان كده، ده روقان، ده روقان، ده لما تخش فاهم ضد اي لعيب بس انت العب منه. حالا هيزعلني صح، شكله سمعنا. لا خلاص بهزر، بهزر يا نجم. بلينجو، بلينجو يا لو، عملها هجوم، عملها هجوم يا اسطى، شايف عملها هجوم، شايف اللعبه بتاعته عامله ازاي، عملها هجوم، عملها هجوم. محمد يا جدعان معتزل اللعبه بس مازال عيل وتد بيعرف يلعب. يا دي خل، خلص والنبي، خلص والنبي، خلص خلص. طب ما الباص اللي هناك ما لحقتش يا اسطى، الكره، الكره كانت بتلعب على الرجلين. لا والنبي، والنبي بلاش النبي يا اخي، يا اخي ما تخلوش يضحك عليك كده، ده انت مغفل. حتى حرام اقسم بالله، ايه البضان ده، بص بص فييرا يا عم، الكرة هي جت فيه خبطت في التاني. خلاص ننزل مرابط مكان بيليه عشان خاطر، ولا نطلع بلنجام، ولا نسيب بلنجام، نسيب بلنجام، نسيب بلنجام، نخلي فيه 2 CDM عشان. لا 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 لا، بتخرب خلص. ايه هنخسر، هنخسر، ده بينزل جيرارد يعني جدعان، عارفين اللي هو ايه التبديلات بتاعته، جيرارد التبديل بتاعه ايكون. خلص يا جاكبو هرنانديز، انا مش شايف، مش شايف امك في المباراة، مش حاسس بيك يا، مش حاسس بيك يا دي هرنانديز. ميسي، طب ايه الخرا ده، جاكبو 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 جاكبو، خلي بالك يا، خلي بالك، بص باللعيبة بتاعته قوية فشخ. خلص يا، يخرب بيت أمك، ايه ده هو ماله، علق مش جاكبو عارف، مش عارف قاعد يخبطوا فيه، قاعد يخبطوا فيه والله العظيم. الأمر متروك للعرضية دي. ياد ياد، حرام حرام والله العظيم، حرام اقسم بالله. بص هو فكره ان انا اتعادل مع شخص مع التشكيله دي يعني والله العظيم وحرام، اقسم بالله الكره كانت دخلت في فييرا، الهدف الثاني اللي هو جايبه ده هدف زباله، هدف وحش ما يستاهلوش، انا والله العظيم ما استاهل التعادل، استاهل الفوز يا جدعان. بصوا 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 يا جدعان، بصوا الهدف بتاع بنزيما يا عم، الغي يا عم، بصوا الهدف بتاع بنزيما يا جدعان، بصوا خبطت في فييرا، بصوا خبطت في فييرا والله، اها خبطت في فريجيات لبنزيما، بص خبطت في فييرا، فييرا فضل واقف فاهم، بص بص خبطت في فييرا فضل واقف والله، بص بص هتلاقي خبطت في فييرا، بص خبطت في فييرا اها، بس حرام والله، حرام اقسم بالله يعني، ايه حرام والله، ما استاهلش التعادل بس يعني. ماشي ماشي يا عم، تعالوا بص على تشكيله الواد، تعالوا اوريكم تشكيله الواد عامله ازاي يا جدعان، تعالوا اوريكم تشكيله، بص تشكيله الواد، شايفين مبدئيا انا فايز ازاي، والله والله العظيم شايفين الهيستوري بتاعي، شايفين الهيستوري بتاعي كله فوز. بصوا ده، بصوا ده،
بص الواد، بص الواد تشكيلته 136. بص الواد، الواد معاه بيليه ورونالدو وبنزيما وجرينشا ودي بروين وبلانك ومالديني. مالديني بص الدفاع بتاعه 190، مالديني ده ب 475 مليون بتمن التشكيلة بتاعتي. بص بنزيما 460 مليون، بأعلى من التشكيلة بص بتاعتي. رونالدو 571 مليون. 571 ايه ده؟ ايه ده؟ جارينشا ايه ده؟ بص جارينشا 216. لا يا جدعان ده رعب ده. يلا يا جدعان، السلام عليكم.